هذا يسأل يقول إن والدي عليه دين وهو متوفي وأنا مقبل على زواج، هل أبدأ بالزواج وأنفق نفقة الزواج أو إني أبدأ بسداد الدين؟ هذا فيه تفصيل. إن كان تخشى على نفسك من الفتنة، إن كان تخشى على نفسك من الفتنة إذا لم تتزوج فبادر بالزواج، والدين يسددها الله فيما بعد. أما إذا كنت ما عليك خطر من الفتنة، سدد عن والدك أولا تبرئ ذمته، وأنت ما عليك خطر. نعم.